الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، ملتقى المبدعين حول العالم، يفتح قلبه للنيل للأخبار في حوار لا تنقصه الصراحة. كيف يتم التسويق والتأسيس والدعاية لدور دار الأوبرا المصرية على النقاش؟ لو في أغاني لا تتناسب تسيء للذوق العام بيتم استبعاد الأغاني دهية. يؤكد أن دار الأوبرا أحد روافد الثقافة والفن وقوة مصر الناعمة. من الممكن أن نرى دار أوبرا في الصعيد مثلا؟ 90% تقريبا دلوقتي من الجمهور الموسيقى العربية شباب وشباب سنه صغير. احنا ما عندناش أي موانع ولا أي محظورات لأي فنان بشكل عام. يعلن عن أنشطة وفعاليات بلا حدود. دار الأوبرا المصرية بتؤيد كل ما هو عنده جديد فقط وحصريا في حوار خاص على النيل للأخبار